انا كثير كثير احنا ننقد الحكومه، انت وانا بالصحافه، بس انا بمدح الحين، انا بقول اداء الكويت في ازمه كورونا من احسن الدول، وعن تجربه انا البيت كله صبنا في كورونا وكان خطاكم السوير. اي والله خطا كله، لكن كان اداء الحكومه ما حد يعرفني كذي، انا اروح اداء مو موجود في اي دوله. ثنتين عندنا طاحوا الاسعاف خلال 10 دقائق من البيت، عالجوهم خذوهم، يعني شيء اداء زين. انت وين كنت خلال هذه الازمه؟ انا نحش بالشاليه. نحشت؟ يا حلو. طبعا لان يقول لك الهروب نص القدعنه. اي نص المرجله هروب. اي 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 انا اعتقد اداء الكويت في او وزاره الصحه في الكورونا عجيب. شفت احد مدحها بالواتساب؟ ابدا.